الراديو 90-90 هواها مصر. الطيارات بتخاف منها اصلا؟ اه شويه برضه. حصل لك اي موقف بقى في الطياره؟ اه كنا راجعين من الكويت. انت والفريق المصري؟ انا وكان قاعد جنبي علي ربيع. من اهدى الناس في العالم طبعا. واحنا الاثنين قاعدين تمام والدنيا حلوه، كان في مطبات هوا كتير. علي بيخاف من الطياره؟ يعني زي كده برضه، مع انه بطل مصارعه. علي بطل مصارعه روماني. دي معلومه حقيقيه يا جماعه لكل الناس اللي بتسمع، على فكره هو دي معلومه حقيقيه. الفنان علي ربيع كان في فتره كده بيلعب مصارعه وكريم حقيقي كان بيشجعه بالظبط. فكنا قاعدين جنب بعض، فكان في مطبات هوا كتير. فمن كتر المخمضه بقى اتعقدنا من يعني خوف، بقينا نخاف اكتر لدرجه ان الطيار لما عمل لاندنج على الارض قمت سقفت له من الفرحه ان انا وصلت، ان احنا وصلنا. تفكر في ايه بقى في اللحظات دي؟ يعني اللي هو قلق ولا خلاص بقى اللي يحصل اللي يحصل؟ لا ما فيش يحصل يحصل. ايه رعب؟ يحصل يحصل ازاي؟ علي قال لك ايه؟ اعترف لك بحاجه في اللحظه دي؟ علي كان ماسك نفسه وعامل كده، واللي هو يعني بيقول يعني تقريبا قرا القران كله جواه عشان يعني سجد اول ما نزل.